هاي ايه جاء لقى طفل يلعب مع الصغار شد خنقه وقال له كذا وكذا طلع لي طفل يبكي انا كنت هكا قاعده اللوطه ما نكذبش عليك جاني ولدي ودموع على خد وسخنت ما بقيتش في عقل هبطت نجري في الدروج راه خويا شدني من يدي قال لي صايب عليك من غير ما تهبطي له وليت انا ما نكذبش عمال تاكل خويا وهبط له في الدروج ايوا اش هبطتي تجري انت وسخنتي شمعت لا يعني ما احنا ما حلتش ولدي ماشي تعملي خاطر في دار باش ماشي تعملي مدام لا هابطه باش نقول علاش تضرب فيه قدام الصغار انا نبهت عليك ما عادش تضرب ولدي قدام النيق. قدام الصغار هذه هي الكلمه على اساس شنو كي هبطت حليت الباب ما لقيتوش هو قدام الباب لكن في الرجعه انا راجعه هكا باش ندخل خاطر ما لقيتوش راجعه باش ندخل بسم الله العظيم نلقاه راي طول في كفر وكلام زايد عليا انا في الدار هذه ما عادش نحبك تعرف سالي هي دار بابا هزيني موكليني ومشربين معيشيني لا علي فزيت له انا نجبت في الباب على اساس شميت عليه الريحه وريته اللي هو مش قد بعض وهبطان خويا يسمع فيه يسب في الام ويسب في الام ويسب امي من راه كبيره ضربوا في اخواتك لا والله يا سي جعفر والله 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 ان شاء الله ياخذوا من لحمي لو كان واحد فيهم حط عليه يدي هذا ورينا التصويره تقول عامل اكسيدون الرجل نقص التصويره اللي لابسها ماريو الاحمر نقسم لك بالله وتمشي تسال عليه عامل هذاك مشكله مع النقر الريفي في ودخل بها للحبس وخرجته انا على طريق خدمتي نخدم المحامي نخدم عنده هو اللي خرج سي جابر سي محمد شديت قول حبس قولها بوها علاش بوها قولها بوها قولها بوك علاش شد تحكموه بثلاث شهور حبس اي مش اول مره تعاركت انا وانيس وجوني داركم الكل قدام مره انا وكمان نمشوا نسالوا حسني قول في دار كيفاش باش تسمي لي العباد سي محمد اي باش تسمي العباد الناس مش حاضرة معنا سي محمد بري في اخواتك في موقفها ما سكران وجا الولدي سكران جيت نعيط لولدي قلت له تعمل لي ضربات بالتاكسي لنا برا امشي روح بشير يضربك نور تضربك بالله يا سي جعفر هو على جاي يمشي خزرت لي غادي الولد ولدي وانا حر فيه سي جعفر هذا منطق سي محمد يا سي محمد يا سي محمد ولحظة مدام انا جيتك برسمك له يا سي محمد وخي لا على الكلام الغلط راه شيء مهور يا سي محمد خرج له خويا مسكين وحزني خوك مسكين يا سي محمد باهي يا من ربي استغفر الله يا ربي استغفر الله صلي على النبي الف وليزي مدام صلي على النبي ألف وليزي مدام المشاكل بارتو ما تكونوش مطلعين انتم تو يتفرجوا فينا مش في بالك ما عندهمش مشاكل لا مشاكل الناس باش نجي تكمل كلامي مدام انا وخيك ربي يستر خوك شو اسمه؟ كمال انا اخوك ربي يستر فهمتني وفي الله واه شوف الرجل هذا يحبك غنكملك الرجل هذا يحبك وما ترجعلوش لحظه لحظه ما ترجعلوش باش نبدا نبني معاك بالمنطق الرجل هذا يحبك هذا يبو صغارك مضام ما عنده حد لا والي لا تالي انت عائلته حكايه من الاول قال ما عندي حد انا مع تميمته متوفيه وكذا فهمني اشرب ما هاي ناس تشرب وكذا ان شاء الله ربي يتوب عليه فهمني ويتلا ثم امل انكم تقعدوا انت وياه تحكيوا فهمتني وتعاودوا تبنيوا من الاول وجديد حياه جيت تكمل كلمتين وجايك ظناء اخر يا مدام ثلاثة صغيرات يتلهى ويولي يصرف ويخدم ونعملوا قانون الليلة قدام التوانسة الكل نعملوا قانون لا يا مدام ماناش متقابلين في قهوة رانا الليلة نعم. الليلة راكم تقابلتوا قدام 12 مليون بشر أنت بشوية تمشي في الشارع تونس الكل تعرفك ما يسالش فهمتني ولا لا لا لك تسرق لك تخطف يا مدام بالعكس مضامة أنت أما مدام نحبوا تويكا نلقاو صياغة الراجل هذا لو كان يولي يخدم على روحه وينحي الشراب وما عادش يعنفك وما عادش كذا لو كان ثم الامكانيه اللي هي واحد على ألف انا كان جيت خوك كمان وقلت لك ما ترجعلوش انسان يضرب لي اختي لا مش يضربها يطيح لها قدرها لا خويا البارح قال لي بري روح البارح قال لي امشي روح الدار فراخه ما تبش وهز تبش وين مروح وين مروح خلاها الدار انت غادرت مرتك ولا تبش يا معلم يا سي جعفر روح خلاها الدار وين باش تحبس بكري تعمل لي ولادي ومرتي قبل كل شيء ولا لا خلينا نتكلم يقولها برا روحي باش تبات في الشارع ما فرغ الدار واعطيني فاتح لمولاة الدار هكا مولاة الدار تسالي مليون و600 وين باش تروح مولاة الدار تسالي مليون و600 يا محمد انت علاش عيطت لها المراه هذه عيطت لها باش ترجع تقول خويا البارح قال لي بري روحي خوك خلاها الدار كان دار عامره مأثى كامل كل شيء جاب لك مين اخواتك الزوز وهزت بيت باهي بالك سامحني بربي سامحني ويقول لك بري روحي بري روحي باش تباتي معايا تاع في الشارع وين باش تباتي باهي يا سي محمد انا مش نروح وين
هاي نروح لك انا نقول لك كلمتين خفاف نضافها وقدام الناس الكل. انا كي مازلت انت نروح لك انا راك انت ما فماش منك في تونس والله ورص أمة محمد خويا البارح قال لي بري راس جعف ريت الانسان هذايا وليش يصلي ليل مع نهار يركع قدام سقايا ما عادش نرجع عذبني العذاب الشديد. مراه يجري عليا بالا معاه في المرمى من الغرب اللي معاه في الرمل يجري عليا بالا بشهاده الناس بالا سارح بالعلالش هكا طلع فوق الصعده وتشفع يعمل يهر يا رسول الله شفالي يجري عليا بالا قسمت بالله بالا يجري علي والله ما عنديش ثلاث ايام يا سي جعف والله لحظه بربي ريت هذا قلت لك بالا نتاع مرمى مغرب اللي معاه في الرمل وانا حبل سي جعفر بربي لا وانت تغربل في الرمل وانت حبل غربل اللي معاه شاد معاه غربال ومن كلمة شو تغربل فيه مدام ما انا عندنا الدار اللي خذيناها نتاع نتاع الدولة التراب احنا بانين ساكنين فيها طبعا عندنا شهرين ونص يلزم الكذب نتاعك ساكنين فيها جبنا البلدية يلزم الكذب نتاعك لا سي محمد لا يلزم ربي شوية ارجع ربي شوية ارجع ربي راك خليتها دار ويا تمتيهم لا سي جعفر انا ما نجمش نحكي معاك يا تمتيهم ولادي جاتك على خاطري عايشين مذلولين وانا ولادي راهي ريتي داركم راني باش نعملها ثنيه مادام ولادي غاد مادام ولادي في دار بوك باش نعملكم ثنيه نمشي ونجي كي نموت ريتي كي نموت على خاطر ما نسلمش فيهم ايش كي خذ ولادك تكذبي تكذبي لا لا ما نسمحلكش تقولها تكذبي سامحني سي محمد عاد كلمة الحق كلمة الحق في ولادك كلمة الحق لا لا انت ما يجي يقول ايجي ارقدي تاكلي واشربي لا يا سي جابر سامحني اسمعني صديقي انت عندك الحق في ولادك راه بالقانون منعوني من طلت لي بالبركون قلت لي اكل منظرك راه احنا نهبط لك فلان وفلان لا لا بالقانون الطلق والساعة قالت لي امشي اقلب منظرك راه احنا نعيط لك ليش بدا وكان هاي من الاخر السيوده نتاعها اسمعني خواتها هما شنو هو ياك محمد خواتها يا رسول الله قاعدين نعيط لاولادي مراه راهي مراه ضعيفه مهما كان يصيروا حاجه اولادي راه ما ثم منطق طويل اولادي راه نحارب عليهم بابا مش لعب يا محمد شوف عينيك يا محمد انت تو كيفاش هذه انت واحد حب يهدي اولادي وتعمل هكا يا محمد غلطتي اللي انا جيتكم ما ثم خزره يا محمد ثم كلام يا محمد وخي خليت شي فيها يا كلام خليت شي فيها تشوفوا الكلام تهز ديما تهز خويا وخويا وقال وانا نسكن وين باش تروحي قال لك برا روحي قولي لي سي جعفر ساكنه في مرمى معاه سي جعفر سي جعفر النقطه هذه خلينا نقفوا عليها خويا البارح قالها بري روحي وين باش تروح تاع قندره يا ولدي يا نعمل قيتون دار البيت فيها انت البارح وين بيت انت انت اليوم الصباح منين جيت ترى منين جيت انت سي محمد؟ اي منين جيت اليوم الصباح؟ في مرمى انا راجل المرمى هذيك بتاع شكون المرمى؟ شكون عملها لك المرمى؟ سامحني شكون عملها لك؟ باقي نسمعها سي محمد شكون عملها لك المرمى؟ شكون عملها لك؟ تخدم انت؟ اسمح اسمع والله والله هو والله هاو ثلاثة مرات وقدام سي جعفر يشد عليك لو كان تقول كلمة الحق تو مستعدة انا نقول لك سامح لو كان تجد لو كان تقول الحق نقول لك انا تو سامح باهي شكون عملها لك؟ سامحني لحظة عاد سي محمد سامحني انت تخدم العام على خوك؟ نخدم وفاش تخدم؟ نخدم ونمد لك وانت تهزي من عندي وتهزي لداركم فاش تخدم؟ انا نخدم ونمد لك وانت تهزي من عندي وتهزي لداركم قسمت بالله يا سي جعفر لا يخدمها نهار اللي دبر نهار مرة يمشي به طول عند في اخوه هذايا صبورك نهار اللي دبر نهار سبب المشاكل 20 و30 الف يمشي به طول سي محمد ريت نهار اللي دبر نهار يدبر نهار مع البنايه نمشي نسكن بشهادة البنايه راهو البنايه تنشد تشد عليه اللي يخدم معاه يدبرش نهار في الشهر نهار في الجمعه يجيب به شرع نقسم لك بالله يا سي جعفر راني ماشي نزيد عليه وراه فوق مني ربي اليوم اليوم واسع غدوه ذيك فوق مني ربي للراجل هذا نهار مد لي دينار من جيبه من نهار اللي خديته تو نقسم لك برب دينار ليه 100 فرنك مش دينار 100 فرنك نهار اللي خديته لهذه الساعه يخدم ب 10000 يعمل لي مشكله في الليل نهار اللي يخدم يروح ب 30000 ولا 20000 يجيبه تبات ليله زرقاء بضربه مضروبه الصباح من السته يمشي للبحر لازم وبوه ريت بوه هذايا كان تطلبه تقول له شنو هي دوجه شنو هي دوجه مرت ولدك يقول لك يمكن هذيك ما فماش منها في الدنيا راني رغم صغير يقول لك ريت خرجوني من دار باعوا الدار وانا نسكن اللوطم في بالي بشيء شروا له كاميون ما في بالي بشيء خواته الكل تشهد في بالي شيء نهار اللي عيط لي قال لي راهو كذا قلت له الرزق رزقك والولد ولدك كنت حر انا بابا نهار اللي عيط لي قال لي يبيع داره يبيع حوايج يبيع انت بنيتي ما عندك حتى دخل لا تطلبي لا تقول له اعطيني ما تعطينيش من نهار خرجت من عندهم يا سي جعفر نقسم لك بربي نقسم لك بربي ما نزيد عليه كان نفس راهي مش الفلوس باش تغنيني راه ماهيش الفلوس باش تعيشني مدى عمري راني مش جي نهار وناخذ شبرك الناس الكل نقسم لك بربي الرجل هذايا لنهار انا تجرأت وقلت له هات لخاطر ما يعطيش ولا هو نهار دخل يديه ومد ولا خلى فلوس حبله ولا مانيش حبله مريضه ولا صحيح
لنهار ما ديدي ريت رقدت شهرين في الدار ما نتحركش من الفرش والمخد وحاكم عليا طبيب بوراقي راه نجم نمشي للمنجم سليم وتسال عليا انا شكون بطبيب ما نتحركش من الفرش نقسم لك بربي يا ما تجيبليش امي الفطور نقسم لك الفطور الترك البيت هي تهز من عندك بالله يختيني امي تهز من عندي اش عندك باش تهز من عندي بالله يختيني شنو اللي عندي بيه بالله يصلي على نوال على محمد تاك حكايه تصلح بيه. يقبلها المخ بيه. يقبلها العقل لنهار ما تديدينا نكذب عليك لا حول ولا قوه الا بالله يا ودي بعثوا لي ميساج من الاخر هذه أيه. قلت لهم بعثوا لي ميساج في التليفون فك الاعانه بتاع الواحد خذت بطاقه تاليف مشات شد الصف قدام البوسطه اللي قالوا لها صحيح صحيح يا سي جعفر مانيش لك صحيح بالله خليني قالوا دينار 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 في هذه سمح في هذه سمح علاش عايش معايا الدوله اعطيني 200 دينار تقلي في التراب لحظه يا سي جعفر مش نهار ولا اثنين الايمات تاع الليل 27 ولا 28 في رمضان بعثوا لي ميساج مشيت معاه مشيت عليك مشيت معاه ونضحك ونار قلت له انا 200 دينار مش ناخذ مش عملت بهم ال 200 نقول له كلتش بهم خبزه في كرشه اي مدام زادك كي تقول نحكي ما خذتش دينار والله يا سي جعفر من نيد يا سي جعفر كلمه جملك سامحني سامحني سي محمد لا ارش مدام كي تقول والله تقسم انت تقول والله لمد لي دينار ومن بعد تهز انت ماندا بتاع 200 دينار يا سي جعفر ما خذيتهاش ما خذيتهاش 200 دينار اللي مدتهم في البوسطه قسمت بالله وراس قدرك يا سي جعفر ما نزيدش عليهم مش الفلوس راني ما نغزر لهاش الفلوس راني تربيت في الخير عيني الحمد لله نقسم لك بربي 200 دينار تمشي تو مني مدتهم لك منها كيف الورقه نتاعهم فك الورقه بتاع البوسطه نتاعهم طول المكازان خذا بهم ولده سبيدر يسوي يبكي على حوايج العيد طول ريت الطفل ما بيتش نحرمه قلت نقعد للشهر ما نخليش ولده عليه باهي مدام باهي اخذتهم ما كليتش بهم في كرش